أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل
جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
التقوى واتقوا الله إن تعملون إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.